نروح للكابتن محمد فضل عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. فضل مساء الخير. سيف السلام عليك وان شاء الله اكون بخير كده يا رب على طول. اخبارك ايه؟ وحشني. كله كويس؟ الحمد لله والله كل الامور كويسه الحمد لله. يا رب دايما يا رب. يعني انا عارف ان بكره ان شاء الله باذن الله هتعلنوا على اليونيفورم الجديد للمنتخب. يعني احنا طبعا شركه الملابس يعني انت عارف هي الموضوع ده جلوبال جدا وفي نفس التوقيت يعني كل الشركه مسؤوله عن منتخبات معينه فهيبقى الاعلان في نفس اليوم ده بالاتفاق طبعا وهيبقى في لونش بكره للتيشيرت ان شاء الله واحنا يعني عملنا كامبين كده فيها فكره كويسه وخليني تبقى اكسكلوسيف ان انا لازم اشكر مؤمن زكريا طبعا و يعني يكون وشه حلو على مصر كله واحنا كلنا بنسنده وبندعمه وهو ده هيبقى بطل الكامبين بتاع التيشيرت ان شاء الله. فكره الحقيقه هايله وفكره رائعه الحقيقه وفكره تستاهلوا عليها كل التحيه يعني اللي فكر فيها بصراحه دماغه جامده يعني. لا يعني بص هو احنا بقى تيم طبعا واحنا كنا قاعدين وكنا الموضوع ده واحنا بنفكر فيه دي كانت فكره المهندس حسام الزناتي يعني ويعني هو اول ما قال الفكره بصراحه احنا كلنا يعني فكره عبقريه جدا عجبتنا جدا احنا دايما الكوره بتدي رسائل الرساله اللي احنا ممكن نقدمها كل واحد بيقدم الرساله اللي يقدر عليها في موقعه الرساله اللي احنا كاتحاد مصري نقدر نقدمها دلوقتي حالا نفسيا ومعنويا لواحد مهم جدا في تاريخ الكره المصريه ربنا يشفيه يا رب ويرجع احسن من الاول ونبقى كلنا في ظهره ان هو ده اساس او الرساله المهمه اللي الكوره المفروض تديها للناس كلها ان احنا بنحبه وان شاء الله هو هيبقى بطل الكامبين وكان مبسوط جدا عشان كده انا بشكره جدا وبشكره ان يا رب ان شاء الله يبقى كل احوال الكره المصريه وشها خير ويبقى هو اول واحد لابس التيشيرت ويبص حلو علينا كلنا يا رب ان شاء الله يا رب. يعني قلبي يعني عايز اسالك على بعض مثلا التفاصيل يعني هل عاملين مثلا زي واحد التيشيرت عاملين لون اول زي مثلا اول زي تاني زي تالت؟ هو التيشيرت سيف احنا الاول خلينا نبتدي ان احنا بكره هينزل تيزر كده او فيديو صغير جدا يعني عدد ثواني معدوده برضو لحد يعني خليها الناس تشوفه بكره برضو هيبقى حد برضو يعني ريتد للمنتخب ولينا ده هينزل بكره وبعد كده هيبقى في صور بعد بكره يعني حاجات فيجوالز كلها هتنزل بالترتيب كده واحده واحده على السوشيال ميديا والتيشيرت بتاعت المنتخب هي يعني الهويه بتاعت مصر موجوده عليها الايدنتيتي نفسها الناس هتشوفها بكره ويعني يا رب ان شاء الله زي ما بقول لك تعجب الناس وتبقى وشها خير علينا نبقى احنا ملوك ال هو هيبقى يونيفورم واحده تبقى تيشيرت واحده فاضله هي الحمراء والبيضة انت عندك التيشيرت الحمراء وعندك التيشيرت البيضة ده زي منتخب مصر وزي ما بقول لك الكامبين هتبقى فكرتها كويسه سيف يعني احنا عندنا كل المنتخبات بيشاركوا فخليني اقول برضو حاجه ان انا بشكر الانديه اللي بعتت اللعيبه احنا خاطبنا جميع الانديه يعني مش جميع الانديه اللي هو كل 18 نادي لا اللعيبه اللي احنا كنا شايفين بالاسم يعني في انديه معينه فمن غير ما اذكر اسامي انا بشكر الانديه اللي تجاوبت طبعا وبعتت اللعيبه وفي انديه طبعا ظروف المباريات منعت في انديه يعني ما فضلتش ان هي تبعت اللعيبه فاحنا بنشكر الجميع وفي الاخر دي حاجه لمنتخبنا فزي ما بقول لك يا سيف بطلنا هو منتخب مصر ومؤمن لكن انا كان نفسي ان يبقى كله يشارك يعني انا دخلت في موضوع تاني بس انا بقول لك برضو ان دي رساله ان لما الناس تبص على الصور هيبقى في يعني اسئله طبعا واستفسارات ان ليه اللعيبه دي؟ ليه ما فيش من انديه معينه؟ يعني فالحاجات دي انا برد عليك فيها ان طبعا احنا كنا مجبرين بالكلام ده كله وفي الاخر زي ما بقول لك الكامبين ان شاء الله تطلع حلوه والتيشيرت حمراء والتيشيرت بيضاء عليهم الهويه بتاعت مصر وانا شايف ان هي حاجه كويسه يا رب والاعلان نفسه يعني عارف طريقه تقديم التيشيرت مهمه يا سيف طبعا فان شاء الله تبقى حاجه كويسه باذن الله طيب الاخراج يعني
طبعا. هل فضل يعني ما يخص بقى موضوع تاني ما يخص الجدول وحسام الزناتي، هل انتوا فتحتوا اي نظره في موضوع الجدول ولا يبقى الوضع كما هو عليه؟ يعني اي نظره بمعنى ايه؟ بمعنى يعني تغيير يعني تغيير تاجيل بصيتوا الاهلي مثلا طلب الزمالك؟ مفيش. مفيش تغيير مواعيد. لا خالص مفيش تغيير مواعيد. احنا بنحترم جميع الانديه، ولكن احنا جدول الدوري يحترم. احنا راعينا جدول الدوري طبعا، الانديه كلها على مسافه واحده بمسطره واحده. لو بصيت المواعيد هتلاقي في عداله في المواعيد. مفيش حاجه اسمها يعني بص، كان في استفسارات من بعض الانديه واحنا عندنا الردود الحقيقيه او الواضحه يعني. وطبعا الكلام ده كله يعني معلوم للناس، يعني انت مش هتفضل يا سيف اي حد يبقى عنده استفسار تبقى انت على طول يقول لك اجل. في حاجات اهم، ما يبقى انت عندك برضه بدون الدخول في التفاصيل، بس هقول لك حاجه، يبقى عندك 570 لعيب في الدوري وفي حد يطلب تاجيل عشان خاطر لعيب او اثنين لعيبه. لا، في انديه انا بشكرهم جدا زي نادي الاتحاد وزي نادي المصري، لعيبه اتحرمت من لعيبتها وكملت الدوري. فاحنا ماشيين بمسطره واحده على الجميع، وباذن الله يا رب الدوري ينتهي بشكل مناسب وخلاص بقى. يعني الناس كلها في العالم نفسها تلعب دوري، احنا الوحيدين اللي عاوزين ناجل وعاوزين ما نلعبش. خلي الصناعه بقى تمشي، وخلي الكره تمشي، وخلي يعني يبقى في جماهير، ونبتدي نبص الافكار ان احنا يعني ازاي نطور من الصناعه. طب عايز اسالك سؤال تاني يا فضل. كان مسؤولي المصري كان اتكلموا معايا ان هم بعتوا رسمي فاكس لاتحاد الكوره طالبين حكام اجانب مرات المتبقيه، هل اللائحه بتسمح بكده اللي انتوا حاطينها؟ لا طبعا. يعني بص، النادي المصري طبعا نادي كبير جدا ونادي عظيم، واحنا زي ما قلت لك احنا على مسافه واحده من الجميع طبعا، واحنا عارفين ان الظروف طبعا الفتره اللي هي تبقى دايما في نهايات الدوري بيبقى في مطالب للانديه طبعا، وفي تخوف من يعني الترتيب او جدول الترتيب او موقف الفرق. النادي المصري كبير بجماهيره، واحنا زي ما قلت لك يعني احنا مع مسافه واحده، بس الكلام ده كله ده لائحه، واحنا كاتحاد مصري من اول دور احنا ثقه في الحكام طبعا، وطورنا التحكيم عن طريق الفار، وفي نفس الوقت حمينا الحكم وادينا له هيبته اللي يستحقها، واي حد بيتجاوز بيطلع بره، يعني بيبقى في عقوبات بتطبق علشان الحكم يعني ليه هيبه. في اخطاء طبعا تجوز ان يكون في اخطاء، ولكن الاخطاء دي تبقى غير مقصوده تماما. ومن اول المسابقه واحنا متفقين ان مفيش حكام اجانب باستثناء مباراه الاهلي والزمالك، هي دي، لكن غير كده لا مفيش حكام اجانب طبعا، وبنحترم الجميع. زي ما بقول لك يا سيف، احنا برضو لازم نحترم نفسنا الاول، فانا لازم نحترم الحكم المصري ونسانده يستحق، يعني كل ما في منظومه كره القدم لازم يستحق المسانده علشان نبتدي نطور. فمش هنيجي في اخر المسافه او في اخر الطريق بعد ما عملنا فار وبعد ما عملنا كل الحاجات دي وبوظ كل الكلام. طب فضل، هل هناك جديد في موضوع اللائحه او مواعيد الانتخابات او الجمعيه العموميه او حديثكم مع الاتحاد الدولي، ولا لسه الاحاديث يعني موجوده؟ لا خالص. خلي بالك يا سيف، هقول لك على حاجه، احنا الموضوع ده فيه شفافيه شديده جدا. يمكن احنا لسه كنت بتكلم مع استاذ اسامه اسماعيل، طبعا هو يعني رئيس اللجنه الاعلاميه، وكنا بنتناقش في وجود استاذ عمرو ودكتور احمد عبد الله ودكتور جمال ودكتور سحر، الحاجات المحادثات اللي بتحصل بيننا وبين الاتحاد او يعني الدولي او الفيفا. احنا من كتر ما احنا عندنا حاجات تفاصيل كتيره جدا، فاحنا مفيش حاجه نخبيها. ممكن الناس تقول ان احنا بنخبي، لا مفيش حاجه. احنا اخر حاجه اتكلمنا معاهم، احنا باعتين اللائحه من شهر 7 تقريبا، يعني اخر 7، وكان في تعديل في ماده او مادتين. الاتحاد الدولي طلب يعني ان يبقى في تعديل ماده او مادتين، رجعنا باقتراح. يعني انت برضو احنا لما اجتمعنا مع الانديه احنا عرضنا عليهم اللائحه، شفنا اقتراحاتهم، ومش الانديه بس اللي في الجمعيه العموميه، الانديه اللي في الجمعيه العموميه والستيك هولدرز او حتى كمان الانديه اللي بره الجمعيه العموميه، ان احنا حاطين في اللائحه ان كله هيستفاد، مش هقول لك من الدعم، ان انا يعني كلمه الدعم دي انا ما بحبهاش، بس من حقوقهم الطبيعيه ومش مرتبطه بالجمعيه العموميه، مش شرط يبقى عندك في الجمعيه العموميه عشان تاخد مبلغ مالي. لا، احنا عملنا تصورات ان حتى تحقيق المراكز سواء في الدرجه الثانيه او الثالثه بيبقى في مقابل طبعا، والمنافسه، ويعني لا في حاجات كويسه جدا. فجينا اتكلمنا معاهم، واحنا يعني بعتنا لهم اخر حاجه رود ماب
او طريق يعني البلان للفتره الجايه ايه، واهم حاجه ان كل الحاجات دي يجب الا تتعارض مع القانون المصري، ان هو ده الاساس. طب هم ردوا بقى في اي ميعاد في اي حاجه ولا لسه الامور لسه ما فيش رد؟ لا خالص، احنا مستنيين، احنا منتظرين. احنا بعتنا لهم اخر حاجه من حوالي 10 ايام بالظبط او 8 ايام يعني بشكل ادق، بعتنا لهم اخر، كان في مكالمه، هم طلبوا تعديل البند، احنا كنا اوريدي اصلا بعتينه، بعتناه بشكل تاني. كنا احنا قايلين على موضوع الرابطه، فكانوا طالبين برضو حاجه من القانون المصري او تعهد ان الرابطه برضو لازم يبقى فيه موافقه. بعتنا طبعا معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، وراجل يعني تجاوب جدا، وبعتنا الخطاب ومنتظرين الرد، ولكن يعني خلاص احنا هناخده على طول عشان نبعتهم جواب. الرابطه زي ما احنا قلنا وصرحنا للناس، واحنا خلاص احنا عملنا اللي علينا وعملنا الرود ماب واحنا جاهزين. بس زي ما بقول لك يا سيف، في حاجات انا يعني يجب الا تتعارض مع القانون المصري، فهي دي بس النقطه. ان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل، وبتمنى لكم كل التوفيق، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله في اللي جاي فضل. ان شاء الله يا سيف، ميرسي جدا، ورب اتمنى باذن الله كده ان بكره يعني كامبين كده تبقى حاجه يعني محترمه وتليق بينا، وان التيشيرت بتاعت منتخب مصر تليق بشعب مصر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا فضل، شكرا جزيلا. محمد فضل، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري.